إذن مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة شوف تي في، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في هذا النقل المباشر من نواحي بن سليمان. العلف مازال طالع الثمن ديالو بالرغم من التساقطات المطرية، إلا أن العلف مازال طالع الثمن ديالو بشكل كبير وكبير جدا. في النخالة واصلة 125 درهم الخنشة، في حين أن السكاليم واصل حتى 225 درهم الخنشة، الدرا 50 درهم الخنشة، الشعير 60 درهم 70 درهم العبرة. الله يدير تويت الخير، غير باش نوضح للمشاهدين فالسبب الرئيسي وراء غلاء أسعار اللحوم الحمراء فهو راجع بالأساس إلى غلاء أسعار الأعلاف الصاروخي، أقولها وأكررها. فهذه الأثمنة ديال الأعلاف فهي صاروخية طالعة بشكل كبير وكبير جدا. خنشة ديال النخالة فيها 40 كيلو كيف ما كتشوفوا معايا، النخالة فيها 40 كيلو دايرة 2500 2600 ريال. فالله يدير تاويل الخير، اللي عنده سبعة البهيمات ولا ثمانية كنتكلم بالدارجة بهذا المفهوم، اللي عنده سبعة العجولة ولا ضروبات فخنشة يلاه تقدو في النهار. الله يدير تاويل الخير، نتمنوا الخير يا ربي ان شاء الله، ونتمنوا الثمن يرجع شيئا ما. مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناه الشعب قناه شوف تي في، دائما اهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في هذا النقل المباشر من نواحي بن سليمان. بالرغم من تهاطل امطار الخير، بالرغم من التساقطات المطريه، بالرغم من الخيرات اللي طاحت تبارك الله والربيع ناض، كل شيء ولا موجود، الماكله ولات موجوده بالنسبه للكسيبه، لا الغنم ولا البقرات اللي خارجين من الكوري. فالعلف ما بغاش ينزل الثمن ديالو، لماذا الله اعلم. خنشه ديال النخاله 2500 ريال 2600، سكاليم 4600 4500. الله يدير تاويل الخير، باظ لهاد الفلاح ولا هاد الكسابي، لانني انا اللي كنتلقى العديد من الاتصالات تقهروا بالغلاء ديال العلف. الناس تقهرت بهذا المعنى، تقهرت بالغلاء ديال العلف. الله يدير تاويل الخير يا مولانا. إذا دائما مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة الشعب قناة شوف تي في، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في هذا النقل المباشر من نواحي بن سليمان. العلف طالع الثمن بشكل كبير وكبير جدا، الله يدير تاويت الخير. ف نخالة حطم الرقم القياسي دايرة 2500 2600 الخنشة، شعير 60 درهم 70 درهم العبرة. الله يدير تاويل الخير، تمنوا الخير يا ربي. إذا دائما مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة شوف تي في، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في هذا النقل المباشر من نواحي بن سليمان. العلف مازال غالي بالرغم من التساقطات المطرية. نتمنوا الخير، نتمنوا ان شاء الله هذا الثمن ينقص شيئا ما ديال الاعلاف، لان الثمن طالع بشكل كبير وكبير جدا. نتمنوا الخير يا ربي. فالنخالة 2500
سكيريم 4500 4600 تمنوا الخير يا ربي، تمنوا الثمن ينقص شيئا ما. خصوصا بعد تهاطل أمطار الخير، فوجد الربيع وجد الماكلة ديال البهيم، تمنوا الخير إن شاء الله في العلف حتى هو يطيح إن شاء الله، لأن السبب الرئيسي وراء غلاء أسعار اللحوم لا الحمراء ولا البيضاء فهو راجع بالأساس إلى غلاء أسعار الأعلاف. إذا الصورة أمامكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة شوف تي في، نخالة دايره 2600 سكاليم 4600 الشعير 60 درهم 70 درهم العبرة، والذرة دايره 50 درهم العبرة. إذا مشاهدينا الكرام مشاهدي قناة شوف تي في، فما بقى لي إلا نودعكم، تمنوا الخير، تمنوا ينقص الثمن شيء ما ديال الأعلاف اللي محطم الرقم القياسي، لأن إلى طاحت الأعلاف حاجة أكيدة غادي يطيح الثمن ديال الأبقار، وبالتالي إلى طاحت الثمن ديال الأبقار تاع اللحوم غادي ينقص الثمن ديالها. إن شاء الله نتمنوا الخير، نتمنوا يا ربي الأثمنة ديال الأعلاف تزيد تنقص بعد ما طاح طاح الخير، طاحت الأمطار. فتمنوا يا ربي إن شاء الله مع هاد أمطار الخير ومع هاد الشتواء اللي صبات، فنتمنوا إن شاء الله يطيح ثمن ديال الأعلاف اللي محطمة الرقم القياسي. النخالة كيف ما ذكرت راه دايره 2600، الخنشة شعير داير 60 درهم 70 درهم العبرة، والذرة دايره 50 درهم الخنشة 1000 ريال الخنشة. إذا مشاهدينا الكرام مشاهدي قناة الشعب قناة شوف تي في، فمبقى لي إلا نودعكم، دمتم في رعاية الله، نلتقي في بث مباشر آخر إن شاء الله. نعود نعطيكم الأثمنة قبل ما نودعكم، السكاليم 4500 4600 العبرة، النخالة 2600 2500 الخنشة، الشعير 60 درهم 70 درهم العبرة، والذرة 50 درهم العبرة. هادشي اللي كيهم الاعلاف والاثمنه ديال الاعلاف، نورناها، نورنا المشاهدين بالاثمنه ديال الاعلاف وجديد الاعلاف. دمتم في رعايه الله مشاهدينا الكرام، الى اللقاء، نلتقي في بث مباشر اخر.